المنتخب الإيراني وعلى اليمين منتخب كوريا الشمالية ويطلق الحكم الدولي البحريني نواف شكران لصفارة الانطلاق. هناك تبديل تسديدة جونغ من كرة ثابتة. الآن الانطلاقة من نوري، نوري بيجمان نوري والكرة إلى خلعة بري والأرضية، لكن يمسكها الحارس سهلة ميونغ بوك ري حارس مرمى نادي بيونغ يانغ سيتي. هذه الكرة العرضية كانت محتاجة إن هي تبقى برة شوية، تطلع لبرة شوية. فهل يرد جو تونغ سوب بتبديل آخر؟ تسديدة قوية لكن تصل إلى الحارس مهدي رحمت. تسديدة بالقدم اليسرى من جونغ هيوك تشا لكن توصل سهلة لرحماتي. تعود الكرة من جديد إلى نصراتي، مراتي الأسبق محمد نصراتي. عدت الكرة مرت نام تشول ونام تشول يلعبها جميلة جدا وفرصة في منتهى الخطورة وحكم اللقاء بيقول العب. نواف شوكب الكوري فورا بناء على تعليمات مدربهم يقفل هذه الجبهة اليسرى. هذه الكرة اللي اتلعبت في عمق الدفاع الإيراني واستلام رائع جدا من جونغ ولكنه سقط. اختل توازن الأهداف حتى الآن الدقيقة 58. خلعت باري يستلم خلعت باري ويسدد لكن من بعيد من زاوية صعبة كانت متطرفة تماما في الجبهة اليسرى ناحية الشمال. تشوف الكرة خلعت باري استلم ولا يوجد تسلل، لا يوجد تسلل على الإطلاق. استلام عالية الكرة لكن وجدها فرصة للتسديد على الطاير بلمسة واحدة لكن الكرة ما راحتش زي ما كان عاوز كما كان يريد محمد رضا. خلعت باري وصلت سهلة إلى الحارس. شوف الكرة ما جاتش في وجه القدم في وش لا الفريق الإيراني أمام العراق كان أفضل. كرة جميلة جدا وجول جول والهجمة من الجبهة اليسرى كالعادة. انطلق الفريق الإيراني من الجبهة اليسرى، التركيز كان عليها من البداية، التركيز كان على الجبهة اليسرى وكريم أنصاري فرد يعود الهدف الملغي في الشوط الأول من رمي التماس. تخيلوا الهدف من رمي التماس وادي الكرة العرضية وأنصاري فرد من المتألق نوري ولمسة واحدة تكفي بالقدم اليمنى. كريم يسجل أول الأهداف ويشعل اللقاء أخيرا. الآن تبدأ المباراة، الآن يبدأ اللقاء. انتظرنا طويلا وأخيرا اهتزت الشباك أو سيتقبل الهزيمة. هذه الهدف شوف من رمي التماس، الهدف جاء من رمي التماس ومن لحظة سرحان ولحظة توهان للدفاع الكوري، لحظة نادرة. لكن كريم أنصاري فرد بمهارة كبيرة جدا وبلمسة واحدة بباطن القدم في الزاوية البعيدة وضحكة وابتسامة المدرب الكبير والقدير داخل منطقة الجزاء. فريق مميز في الكرات الثابتة على فكرة. هذه الكرة اتلعبت من يونغ والرأسية لكن يبعدها الدفاع الإيراني. تعود من جديد وتسديدة مش ممكن. صاروخ كوري شمالي بس لمنتخب إيران. هذه الكرة الفرصة الخطيرة جدا، التسديدة الصاروخ الكوري اللي راح في الزاوية اليمنى وراح معاها الحارس رحماتي. تسديدة جونغ هيوك رقم 2 يطير رحماتي ويبعدها ما يقدرش حتى يمسكها من قوة الكرة ومن قوة التسديدة ما قدرش يمسك. أبعدها رحماتي ورحم معاه يتبقى تبديل لأفشين قطبي. هل يكون شجاعي؟ هل يكون مسعود؟ هذه الكرة والرأسية وما زالت في منتهى الخطورة. يردها براسه لكن ما فيش حد يعني ما يقرب من 5000 أو أكثر من الجمهور الإيراني والباقي من كوريا الشمالية مشاهدين والجمهور الحاضر والجمهور في كل مكان سواء في الملعب أو أمام الشاشات. كرة الأمام نام تشول داخل منطقة جزاء في منتهى الخطورة ويطير رحماتي ويبقى هذا اللاعب هو الأخطر. ريانغ يونغ جي بالفعل بعد نزوله يعرف طريق المرمى، راح للمرمى فورا رغم ان هي وصلت بالصدفة لكن شوف ريانغ استلم وراح ناحية المرمى في اتجاه المرمى لكن رحماتي أتألق. كرة أمامية مرة أخرى منتخب كوريا الشمالية يحاول
خرجت والكرة العرضية على حدود منطقة جزاء رأسية ترجع تاني كوريا الشمالية من الجانب الأيمن والكرة العرضية لكن هو لكن هذا الوقت ضايع ثلاث دقائق ثلاثة ده مش رقم واحد ما فيش ثلاثة في إيران هذه الكرة تلعب ثلاث دقائق وقت بدل ضايع ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع والكرة العرضية فريق كوريا الشمالية في منتهى الخطورة مش ممكن ضاع التعادل ضاع كما أضاع ركلة جزاء أمام الإمارات الآن هونج مرة أخرى يضيع التعادل بسوء حظ كبير جدا لهذا اللاعب سوء حظ كبير للكابتن للقائد يونغ جو هونج يهدر هدف التعادل بعدما استلم الكرة بامتياز كبير صلح الكرة نفسه وتخلص من المدافعين لكن عليت الكرة واصطدمت وحكم اللقاء في هذه اللحظة يطلق صفارة النهاية أصدقاء المشاهدين إيران حققت الأمال وهم أضاع الشمال أضاع كوريا الجنوبية بالكرة الأخيرة اللي أهدرها بسوء حظ كبير إيران تفوز واحد بهدف أنصاري فردي في الدقيقة